السلام عليكم أعزائي المشاهدين. كل يوم يمر دون حل في سوريا يخفت النبض في قلب العروبة، وكل يوم يمر دون حل سلمي تتشح سوريا بلون الحزن. صارت رائحة القتل والدماء مكان أريج الياسمين، وصار أكل قلوب البشر يمر كخبر عابر. هل ستستمر الكارثة طويلاً؟ هل يتفق الروس والأمريكيون فعلاً على فرض حل في جنيف 2؟ هل أن دولاً تعادي سوريا في العلن وتفاوضها سراً؟ هل لا يزال للحكمة مكان؟ في هذه الحلقة أستضيف دبلوماسياً تسلم ملفات معقدة في أحلك الظروف العربية والتحولات الدولية وفي أوج الصراع ثم مفاوضات السلام مع إسرائيل. سأسأله عن سر براعته في التفاوض سابقاً، وعن أسرار القطيعة السريعة مع الأشقاء العرب، وعن محوه لأوروبا من خريطة العالم، وعن إيران وقطر والسعودية وتركيا وأمريكا والجامعة العربية وروسيا. كما سأسأله هل ستدخل سوريا حرباً مع إسرائيل؟ وليد المعلم وزير الخارجية والمغتربين السوري ضيف لعبة الأمم، أهلاً وسهلاً بك معالي الوزير. مساء الخير، شكراً جزيلاً. نشاهد الصور لحظة بسيطة ثم نبدأ الحوار لو سمحت. أهلا وسهلا بك مجددا معالي الوزير، أهلا بكل مشاهدينا لبرنامج لعبة الأمم. معالي الوزير، الائتلاف السوري المعارض أنهى اجتماعاته هذه الليلة في اسطنبول، طالب بضمانات دولية لحضور جنيف 2، وأكد أن خروج الرئيس السوري بشار الأسد من السلطة هو الأساس لأي تسوية سياسية. ما هو تعليقك الأول على هذا الكلام؟ كان الأولى بهم أن لا يطرحوا شروطاً مسبقة لحضورهم، لأن مؤتمر جنيف بحد ذاته يمثل فرصة حقيقية لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية. وضع هكذا شروط وتدويل الأزمة، هذا شيء ليس من شأنهم. من يحكم سوريا ومستقبل سوريا هو بيد الشعب السوري صاحب السلطة المطلقة والحصرية. معالي الوزير، تقول إنه من يقرر في سوريا هو الشعب السوري، ولكن أنتم أيضا كسلطة قبلتم بتدويل الأزمة، وإلا لماذا تذهبون إلى جنيف؟ لأن التاريخ في هذه الأزمة مرير. تذكرون كان هناك تعاون بين سوريا والجامعة العربية، وكان هناك بعثة من المراقبين العرب سحبت، ولم يسمح للفريق الدابي بقراءة تقريره لأن المخططين في المؤامرة لسوريا أرادوا الذهاب إلى مجلس الأمن وتدويل الأزمة. ذهابنا إلى جنيف هو نتيجة إيماننا بأن الحل هو سياسي. طيب، الآن في الائتلاف الشرط واضح، هل مثل هذا الشرط سيلغي ذهابكم إلى جنيف؟ لن تذهبوا بمثل هذا الشرط المسبق؟ المشكلة أخي سامي، أنت تتعامل مع شيء اسمه ائتلاف، ومنذ يومين شاهدت شريط بثته إحدى الفضائيات، سفير فرنسا السابق الذي طرد من دمشق إريك دي شيفالي كان يقرع أعضاء الائتلاف لأنهم لم يلبوا كامل مطالبه، واليوم حضر إلى اسطنبول وزير خارجية تركيا ومبعوث سعودي وآخر قطري، وعاد السفير الأمريكي السابق روبرت فورد للحضور الاجتماع. إذن أنت تفاوض أدوات
لقوى دولية تتآمر على سوريا، فماذا تتوقع منهم؟ ولكنك ستفاوضهم معالي الوزير، يعني حتى لو كانوا أدوات كما تصفهم أنت ذاهب لمفاوضتهم. ليس وحدهم، هناك معارضة وطنية في سوريا يجب أن تمثل، وهي ذات قرار مستقل ولا تخضع لقوى خارجية. طيب، تتحدث طبعا عن روبرت فورد وعن أحمد داود أوغلو وعن ما قاله السفير الفرنسي، ولكن السؤال المركزي اليوم، هل سوريا من جانبها حددت وفدها التفاوضي، وهل حدد موعد اجتماع جنيف 2؟ أولا لم يحدد الوفد المحاور من الجانب السوري، نحن ننتظر الوقوف على تفاصيل لم تستكمل خلال زيارة نائب وزير الخارجية إلى موسكو، ننتظر تفاصيل لقاء الوزيرين لافروف وكيري في باريس، ثم سنحدد الموقف النهائي بالوفد المفاوض الذي سيحاور في جنيف. مع الوزير، هل يمكن أن تقول لي ما هي هذه التفاصيل التي تنتظرونها، يعني لكي نفهم أكثر ماذا تنتظرون بالضبط لتحديد الوفد المشارك؟ أولا أريد أن أعلن لك، إذا ذهبنا إلى مؤتمر الدولي في جنيف تأكد أن الوفد السوري سيكون بكامل الثقة الشعبية من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة، وبالتالي أستطيع أن أقول بأننا سنتوجه بكل حسن النوايا من أجل التوصل إلى هذا الحل، لكن كما يقال رقصة التانجو تحتاج إلى طرفين، هذا يعتمد على الطرف الآخر ومن يقف خلفه، هل يريدون حلا سياسيا أم لا؟ نحن سنتوجه إلى جنيف ولا توجد لدينا شروط مسبقة. لا توجد شروط مسبقة؟ مسبقة أبدا؟ نعم، لا توجد لدينا شروط مسبقة، ولكن على الأطراف الأخرى ألا يكون لديهم شروطا مسبقة. معالي الوزير، هذا كلام مهم جدا، لا توجد شروط مسبقة، يعني أنه كل من يقرر أن يحضر ستقبلون به في هذا المؤتمر، لا شروط على المعارضة التي ستحضر، لا شروط إن حضرت مثلا الحكومة المؤقتة في الخارج في إلى هذا المؤتمر، لا شروط إذا حضر الجيش الحر مثلا أو ممثلون عن أخي سامي، أولا الحكومة المؤقتة كيان لم يتم الاعتراف به من قبلنا، نحن نفاوض فصائل معارضة، نحن لا نفاوض من تلطخت أيديه بالدماء السورية، نحن نفاوض من يرغب ويشعر بأن آن الأوان لوضع حد لسفك الدم السوري، آن الأوان للتوصل إلى حل سياسي في سوريا يضمن دولة ديمقراطية برلمانية فيها مشاركة تعددية. أقول من قلبه على سوريا ويشعر بأن الوقت قد حان لإنهاء العنف والإرهاب، هذا يكون عمل مثمر وسنخرج بنتائج. طيب معالي الوزير، هنا أيضا يعني تحدثت عن شرط واضح قبل قليل، تقول أنه ما في شروط، هذا شرط أنه لا تقبلون بمن تلطخت أيديه بالدماء، وقلت أنه رقص التانجو على يعني يرقصه شخصان، يعني الواضح أنه من يرقص الآن هي روسيا والولايات المتحدة الأمريكية عنكم جميعا، أما من تلطخت أيديه بالدماء فهم أيضا سيقولون في المعارضة نحن لا نقبل من أهل النظام من تلطخت أيديه بالدماء، إذا نحن أمام شرط وشرط معاكس، وقلت قبل قليل أنه لا شروط للمشاركة. أولا أخسامي، من تلطخت أيديه بالدماء هو ليس جاهز للحوار. ثانيا، من يتبنى العنف والإرهاب لا يتبنى الحل السياسي.
ولذلك من السابق لأوانه الآن أن نضع هذه الأمور في حالات الافتراضية. ما زال من السابق لأوانه الوقوف على تفاصيل من سيحضر، من سيشارك، وما هي صفاتهم. نعم، إذن يعني بنهاية الأمر مع الوزير لكي لا نطيل الحديث عن هذا الموضوع رغم أهميته، أنه حتى الآن نختصر أنه سوريا ليست لديها شروط مسبقة ولكنها تنتظر تفاصيل. من هذه التفاصيل مثلا كيف سيكون شكل اللقاء، من سيشارك في هذا اللقاء، هل ستخرج ورقة نهائية عن اللقاء، ماذا سيكون بالنسبة لصلاحيات الرئيس، أليس كذلك؟ نعم. طيب، هل المشكلة هذا بالتحديد تلخيص صحيح. طيب ممتاز، إذن هذه هي التفاصيل التي تنتظرونها. طيب إذا تحدثنا عن المشكلة بالنسبة للرئيس بشار الأسد، هل تعتقدون معالي الوزير أنه الضغط الحاصل عليكم من أجل ألا يكون للرئيس الأسد في المرحلة المقبلة دور هو لشخص الرئيس أم لموقع الرئاسة؟ وهنا السؤال ربما التفصيل مهم في هذه القضية، يعني هل يراد نقل صلاحيات الرئاسة إلى حكومة بحيث أن الرئيس يصبح شكليا فقط في سوريا، أم المشكلة مع الرئيس الأسد تحديدا كشخص؟ أخ سامي، هذا السؤال يجب أن يوجه للطرف الذي يطالب بالتنحي. نحن بلد لدينا دستور، الدستور يوضح صلاحيات رئيس الدولة، يوضح صلاحيات الحكومة، ويوضح صلاحيات الوزراء. ما زال هذا الدستور هو المعمول به في سوريا إلى أن يقرر المتحاورون على طاولة الحوار أن هذا الدستور يحتاج إلى تعديل، يحتاج إلى تغيير، ويضعون دستورا جديدا يتم عرضه على الاستفتاء الشعبي. طيب. إذن من الآن وحتى وضع دستور جديد لا يستطيع لا رئيس الجمهورية ولا الحكومة أن تتبادل الصلاحيات. ثانيا، نحن قلنا لا أحد يحق له أن يتناول مقام الرئاسة إلا الشعب السوري. الشعب السوري وحده هو صاحب القرار الفصل في هذا الأمر. طيب معالي الوزير، بالنسبة للدستور وهذه أيضا قضية مهمة، وهذا شرط جديد، يعني أنا أتحدث معك أكتشف شروطا يعني شيئا فشيئا. طيب بالنسبة للدستور، يعني اللقاء الذي سيعقد في جنيف سيكون من وجهة نظر السلطة السورية بناء على الدستور الحالي، يعني لا مساس بالصلاحيات إلا بعد انتهاء مؤتمر جنيف، وبعدها نقرر استفتاء وانتخابات وما إلى ذلك. هل هذا شرط؟ هل أفهم من سؤالك أنك تريد التنحي قبل الاجتماع؟ لا، هذا غير معقول. أنا لا، ما أطرحه أخ سامي، نعم، أطرح أمورا منطقية. لا توجد دولة تدار بدون دستور. لا توجد دولة يتم فيها إيقاف السلطة التنفيذية عن العمل إلى حين أن يتوصل المتحاورون إلى توافق. هذا الأمر غير معقول. أنا لا أطرح شروطا مسبقة كما استخلصت، أنا أطرح منطق الأمور، منطق إدارة الدولة. طيب بالنسبة للرئيس بشار الأسد الآن كما تتفضل معالي الوزير تقول لا يمكن طرح هذه المسألة قبل جنيف، ولكن السؤال المركزي، هل ثمت نية عند الرئيس الأسد لكي يترشح مرة جديدة بعد انتهاء ولايته هذه؟ والسؤال الآخر والأكثر أهمية الآن مطروح بقوة، هل الأمريكي تخلى عن هذا الشرط لانتهاء الولاية الأولى؟ يعني حتى انتهاء هذه الولاية الأمريكي قابل بعدم المساس بموقع الرئيس؟ أولا أخ سامي، لابد أن نتحدث اليوم عن ما هو اليوم وغدا. هل الرئيس الأسد سيترشح عام 2014 أم لا؟
هذا يعتمد على الظروف القائمة في 2014 كما يعتمد على الرغبة الشعبية. إذا أراد الشعب من الرئيس أن يترشح فسوف يترشح، إذا لم يرغب الشعب بترشحه لا أعتقد أنه سيترشح. لذلك لا نستبق الأمور إلى عام 2014. أما اليوم وحتى موعد الانتخابات الرئاسية القادمة فالرئيس بشار الأسد هو رئيس الجمهورية العربية السورية. طيب الشق الثاني من السؤال، هل الأمريكي تخلى عن هذا الشرط حتى انتهاء الولاية الأولى، الولاية الحالية بالأحرى؟ أنا بصراحة سمعت تصريحات من أوباما ومن كيري في هذا الصدد، لكن أقول لك لا شأن للأمريكي بمن سيحكم سوريا. إذا سمحنا بذلك فكل العالم الثالث وأوروبا وحتى الولايات المتحدة يصبح مشكوك في شرعية رؤسائها. طيب معالي الوزير، أنا أعرف أنه أي سفير خاضع بشكل هذه عام هذه سابقة. نعم. أخ سامي تفضل. هذه سابقة في العلاقات الدولية يجب أن لا نسمح بها. طيب ممتاز، معروف بشكل عام أنه أي سفير يخضع لوزير خارجيته. سفيركم في الأردن سيد بهجت سليمان قال لنا عبر لعبة الأمم الرئيس سيترشح في العام 2014، هل خرج عن سلطتك وقال هذا الكلام أم هذا توافق داخلي عندكم؟ أولا أخ سامي يجب أن تعرف أن سفراءنا يتشاورون معنا في هل يعقد مؤتمر صحفي أم لا، لكن لا يتشاورون معنا في مضمون الأسئلة والأجوبة، هذا متروك لهم. أنا أحترم رأي سفيرنا في عمان، لكن أقول لك الحقيقة، الرئيس الأسد لديه تواصل مع شعبه، إذا وجد أن شعبه يرغب بترشحه سوف يترشح، إذا لم يرغب فسوف لن يترشح. طيب. القرار قرار الشعب السوري. معالي الوزير، بالنسبة للشعب طبعا هناك وجهة نظر تقول أنه كيف يقيس أنه الشعب معه، أيضا المعارضة كيف تقيس أنه الشعب معها، لا أحد يعرف بالضبط الآن من هو مع من تماما في ظل الوضع الحربي، ولكن المعروف أنه أو خليني أحكي لك بعض المعلومات التي وصلتني أنا من بعض الحلفاء لكم في سوريا وتحديدا الجانب الإيراني. يعني قيل من قبل بعض المسؤولين الإيرانيين ربما ليس علنا ولكن في بعض الاتصالات الجانبية أنه الأمريكي قال للإيراني وقال للروسي نحن مستعدون لصفقة كاملة معكم تتعلق بالنووي، تتعلق بوضع سوريا، تتعلق بوضع العراق، تتعلق حتى ببقاء الرئيس وبقاء النظام بشرط واحد، أن تعيدونا كيف ستكون العلاقة المقبلة مع إسرائيل، هل هذا صحيح؟ والله أخ سامي أنا كوزير خارجية لسوريا لم أسمع بهذا الكلام. طيب. يعني أصدقائنا الإيرانيين لم ينقلوا لي مثل هذا الكلام. أما فيما يتعلق بالعلاقة مع إسرائيل، إسرائيل اليوم تحتل جزء غالي على قلوب كل السوريين وهو الجولان. إذا لم يتحرر الجولان إذا إلى خط الرابع من حزيران 67 فلا حديث عن أي علاقة مع إسرائيل. مع الوزير لو سمحت لي نعم لو سمحت لي بعد لحظات سنتحدث عن إسرائيل، عن العدوان الإسرائيلي، عن إمكانية الرد أم لا. نعم. السورية، دعنا فقط ننهي الشق الأول بما يتعلق بجنيف. طيب هل يعقل معالي الوزير أنه طيلة هذه الأزمة على مدى عامين وبضعة أشهر لم تجدوا معارضا واحدا من الخارج تستطيعون التحاور معه، لم يأتي أي معارض من الخارج فعلي وتحاورتم معه أو ذهبتم إليه؟ أولا نحن منذ بداية الأزمة طرحنا أن الحوار الوطني الشامل هو الحل، من كان يرفض ذلك؟ المعارضون كانوا يرفضون اللجوء إلى الحوار، لذلك ليس مسؤولية الدولة أن تبحث عن معارض في الخارج يتحاور معها. إذا كان مواطنا وقلبه على وطنه فأهلا وسهلا به، نحن نرحب به ونقدم له كل الضمانات اللازمة.
طيب، أنا اليوم اتصلت بأحد أبرز الوجوه المعارضة في الخارج الدكتور هيثم مناع، وقلت له سيكون معنا معالي الوزير وليد المعلم في هذه الحلقة، هل تريد أن تسأله شيئا؟ فقال أود أن أطرح عليه سؤالا واحدا، ما هي ضمانات سوريا لمؤتمر جنيف؟ هل ثم الضمانات لما سيقر في جنيف لتطبيقه؟ هذا أولا. ودائما هو يقول يعني أنه عنده رغبة طبعا بأنه كما رغبتك رغبة الآخرين مع الوزير بأنه تنتهي هذه الأزمة ويتوقف سيل الدماء ويتحاور الجميع، ولكنه يقول طيب نحن حين حاولنا التواصل إذا صح التعبير، طيب اختفى عبد العزيز الخير ومعه شخصان، وهو يسأل أنه طيب لماذا لا تقوم السلطة ببادرة حسن نية وتطلق سراحهم؟ حضرتكم تقولون ليسوا عندكم، في شيء جديد حول هذه المسألة تحديدا؟ والجواب على سؤال الدكتور هيثم، هل من ضمانات أنه سيطبق ما يحصل في جنيف؟ ما هي الضمانات؟ هذا سؤال هام أخ سامي. أقول لك بصدق، كل ما يتم الاتفاق عليه في جنيف ونحن نأمل أن نصل إلى هذا الاتفاق سيعرض على الاستفتاء الشعبي. إذا وافق الشعب على ما يتم الاتفاق عليه أؤكد لك أنه سيطبق بحرفيته. ولا أعتقد أنني والدكتور هيثم مناع نختلف في حكم الشعب. أما فيما يتعلق بقضية السيد الخير، أؤكد لك وبكل مسؤولية وبعد بحث مضني مع كل الأجهزة الأمنية، لا يوجد لدى الأجهزة الأمنية ما يؤكد توقيف السيد الخير. أنت تعرف أن هناك آلاف المخطوفين في سوريا، هناك آلاف المفقودين، هناك جهات عديدة، عصابات عديدة تقوم بهذه الأعمال، فلماذا تقوم الدولة السورية باحتجازه طالما سمحت له بالخروج والعودة؟ يعني أرجو بعض المنطق أن يسود في هذا الأمر، ولا تصبح قضية الخير عقبة بيننا وبين الأخوة في هيئة التنسيق. نحن بحثنا طويلا عن السيد الخير ونأمل أن نعثر على شيء، ما زال البحث قائم. طيب ربما ربما الإنجازات التي يحققها الجيش السوري في هذه الآونة قد تؤدي كما حدث في القصير إلى الإفراج عن عدد من المخطوفين، المواطنين المخطوفين لدى المسلحين، ربما يحدث ذلك، وأملي كبير أن يحدث ذلك بالنسبة للسيد الخير. طيب، ونحن نأمل أيضا ذلك. هناك عبد العزيز الخير وإياس عياش وماهر طحان. معالي الوزير، سألتك في بداية نعم. ليس هم فقط، كل سوري أكيد حجزت حريته أكيد واختطف أن نصل إلى نهاية سعيدة له. صحيح. طيب معالي الوزير، سألتك في بداية هذا الحوار متى سيعقد مؤتمر جنيف، تحدد الموعد أم لم يتحدد بعد رسميا؟ يعني فقط تنتظرون؟ والله تفضل. قد تفاجأ، نحن لم توجه لنا الدعوة رسميا لحضور مؤتمر جنيف حتى الآن، لذلك لا أستطيع أن أخدمك وأجيبك على هذا السؤال. يمكن ما تندعوا، يعني مثلا يصير جنيف بدونكم؟ طيب، بيكون على غرار المؤتمرات اللي تعقد من عاصمة إلى أخرى، لكن لا أعتقد بوجود روسيا كطرف مشارك تسمح بذلك. طيب سيادة الوزير، الرئيس بشار الأسد أعلن عن خطة في السابع من كانون الثاني عام 2013، في السادس السادس ربما
فيها ثلاث نقاط أساسية، ثلاث مراحل. المرحلة الأولى للحل التزام الدول المعنية بوقف تمويل وتسليح وإيواء المسلحين بالتوازي مع وقف المسلحين للعمليات الإرهابية. المرحلة الثانية عقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل للوصول إلى ميثاق وطني يتمسك بسيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها. المرحلة الثالثة تشكيل حكومة جديدة وعقد مؤتمر عام للمصالحة الوطنية وإصدار عفو عام. الآن جنيف لا يقول بذلك، هل يمكن القول أنه تخليتم عن هذه الشروط للذهاب إلى جنيف؟ شوف أخ سامي، ما طرحه الرئيس بشار الأسد في 6 كانون الثاني هو برنامج سياسي اعتمدته الحكومة وأضافت عليه وبدأت حواراً واسعاً مع كل مكونات المعارضة الوطنية والشعب السوري. لذلك أكثر من 40 لقاء جرى حتى الآن، وشكلت لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة. هدف هذه اللقاءات هو التحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل. الآن المشكلة أن نتخلى أو لا نتخلى، هذا برنامجنا السياسي في الحكومة في الدولة السورية. ما هو البرنامج السياسي لدى الأطراف الأخرى؟ هل لديها برنامج للتوفيق بين البرامج المطروحة على الطاولة؟ لا يوجد برنامج سياسي للحل سوى برنامج الذي طرحه الرئيس الأسد. طيب، على كل حال هي بعض أوساط المعارضة تقول لديها برامج، ولكن كانت الأولوية بالنسبة لها إسقاط النظام ولم يسقط. معالي الوزير، بعد لحظات سنتوقف مع موجز إخباري لدقائق معدودات ثم نعود لاستكمال الحديث، ولكن قبل ذلك وددت أن أسألك، شاعت في فترة معينة أنباء تقول أنك تعرضت لإغراءات مالية وغير مالية للانشقاق عن النظام، وأنه بعض الإغراءات جاءت من بعض دول الخليج، هل هذا صحيح؟ أفضل عدم الإجابة، لأنه لا يوجد مال في الدنيا يعوضني عن ذرة تراب من وطني. لا، أنا يمكن بعرف موقفك وبقدره، ولكن عرضت هذه الأمور، يعني شوف، إذا لم تجيب فستبقى الشكوك، يعني أنا أترك لك حرية الجواب. أنا لن أجيب. طيب، كما تريد. معالي الوزير، لحظات دقائق معدودات ونعود لمواصلة هذا الحوار. سنتحدث عن إسرائيل، عن احتمال الحرب معها، سنتحدث عن الدول الإقليمية، سنتحدث عن الجامعة العربية وعن بعض الدول الخليجية المؤثرة في الوضع الداخلي السوري، وعن انتشار هذا الإرهاب وتأثيره على مستقبل المنطقة. أعزائي المشاهدين، ابقوا معنا لحظات ونعود لو سمحتم. مرحبا بكم مجددا أعزائي المشاهدين لمواصلة برنامج لعبة الأمم عبر قناة الميادين. ضيفنا وحيد هذه الليلة هو وزير الخارجية والمغتربين السوري السيد وليد المعلم. تحدثنا معه في القسم الأول عن مؤتمر جنيف وأفاق هذا المؤتمر. النقطتان الأساسيتان في كلام معالي الوزير أنه سوريا ذاهبة إلى المؤتمر بلا شروط، حتى ولو أنها لا تريد من تلطخت أيديهم بالدماء كما قال. والأمر الثاني أنه لم تدعى سوريا رسميا بعد، لم توجه إليها الدعوة رسميا بعد، ولذلك لا يستطيع أن يحدد متى سيعقد هذا المؤتمر. معالي الوزير، مرحبا بك مجددا. سنتحدث عن إسرائيل الآن. في كل مرة تعتدي إسرائيل على سوريا تقولون رسميا سنرد في الوقت المناسب، متى سيناسب هذا الوقت؟ أولا
نحن في الواقع نرد يوميا على أدوات إسرائيل في سوريا، وهي عندما اعتدت كما اعترفوا هم أنفسهم أنها اعتدت لرفع معنوياتهم، لكن الآن وهذا ما أبلغناه لدول العالم، إذا قامت إسرائيل باعتداء على سوريا فالرد سيكون فورا. ما الذي تغير بين أول اعتداء وهذا الاعتداء لكي ترد الآن ولم ترد سابقا؟ ما الذي تغير؟ أعتقد أننا اليوم من يتابع التطور الميداني على الأرض يعرف أن قواتنا المسلحة تمكنت من أخذ زمام المبادرة. هذا الموضوع لن يمر أي عدوان إسرائيلي دون رد. القوات المسلحة ما كانت الرد سيتناسب الرد سوف يتناسب مع حجم هذا العدوان والأسلحة المستخدمة فيه. هذا كلام مهم جدا معالي الوزير، تقول انه الان القوات المسلحه اخذت زمام المبادره، لم يكن لديها هذا الزمام في السابق ضد اسرائيل والان تغير شيء على الارض؟ لا، كان لديها زمام المبادره لكن كان لدينا اولويات. الان اذا اعتدت اسرائيل ستواجه بالرد الفوري. كيف سيكون هذا الرد؟ بقصف على اسرائيل؟ سوف يتناسب مع حجم العدوان. يعني إذا قصفت إسرائيل ستردون بقصف؟ نعم. هل ستفتح جبهة الجولان كما تسرب، إن كان رسمياً أو عبر كتائب المقاومة الشعبية كما أسميتموها ولو بشكل غير رسمي؟ هذا موضوع يعكس حالة شعبية في سوريا. الآن الشعب أدرك انشغال قواته المسلحة في مواجهة إرهاب دولي مرتبط بالقاعدة تموله دول معروفة في المنطقة وتسهل تسليحه وتدريبه تركيا. الشعب الآن أصبح أكثر إدراكاً لحجم المؤامرة التي يتصدى لها الجيش وقوات حفظ النظام، ولذلك إذا قرر الشعب الوقوف مع المقاومة الشعبية في الجولان لا أعتقد أن أحد سيستطيع الوقوف في وجه رغبة الشعب. هذا كلام مهم جدا معالي الوزير وربما جديد، يعني الآن لو ذهبت مجموعات شعبية تريد أن تنفذ عملية عبر جبهة الجولان ضد إسرائيل، السلطة لن توقفها مطلقاً، ستتركها تقوم بهذه العملية. كلامي واضح. وضحوا أحسن. شفيلنا كلامي واضح. طيب، هذا فقط، يعني لا تريد أن تضيف شيئاً على هذا الموضوع؟ نعم. طيب، هل لديكم كلامي لدي... واضح. طيب، هل لديكم معالي الوزير هذه المرة كما يقال غطاء روسي جدي عسكري وأمني وسياسي في حال اعتدت إسرائيل، خصوصا أنه بعد العدوان الأول لاحظنا حركة إسرائيلية روسية في المنطقة تضاف إلى الحركة طبعا الأمريكية الإسرائيلية، وكأنه الروسي أفهم إسرائيل أنه هذه المرة بات عند الجيش السوري سلاحا يستطيع الرد، فمن الأفضل ألا تعتدي. هل أنا يعني فيما أقول صحيح؟ هل هذا الكلام صحيح؟ نحن نعتمد على قدرات قواتنا، نعتمد على وقوف شعبنا إلى جانب هذه القوات، وإلا كيف صبرنا عامين على مؤامرة كونية ضد سوريا لولا هذا التماسك الشعبي والتماسك العسكري. ثانيا، شيء طبيعي أن يتعاطف الدول التي تناصر ميثاق الأمم المتحدة أن تتعاطف مع سوريا في مواجهة العدوان وممارستها لحقها في الرد. طيب. وأنا لا أستغرب
وقوف روسيا والصين ودول البريكس ودول عربية أدانت العدوان الإسرائيلي الأخير على سوريا أن تقف إلى جانب سوريا. معالي الوزير، أنا أعرف أنه الكلام الدبلوماسي دقيق وحضرتك تختار طبعا كلمة كلمة ما تريد أن تقوله عن هذه المسألة المهمة. الآن هناك ملايين العرب يشاهدون، ودائما في رغبة عند الشعوب العربية أنه يا أخي جبهة الجولان فلتفتح ويخلصونا، هذا حزب الله بنهاية الأمر كسر يد إسرائيل في لبنان. ولكن الدعم الدولي مهم أيضا، إسرائيل لم تكن قادرة على التحرك في كل هذه المنطقة لوم الغطاء الأمريكي الهائل على مدى 40 أو 50 سنة. هل الآن التحالف الاستراتيجي السوري الروسي يسمح لسوريا بأن ترد وأن يكون لديها غطاء دولي فعلي؟ أخ سامي، كما قلت لك حق الرد مشروع بشرعة الأمم المتحدة. نعم. ميثاق الأمم المتحدة يضمن حق الدول في الرد على أي عدوان لسيادتها. وأنا لا أتحدث خارج إطار القانون الدولي وخارج إطار الحق الشرعي. ولذلك قلت لك أنا وأبلغنا دول العالم ومجلس الأمن أن أي خرق إسرائيلي لسيادتنا سوف يرد عليه. وأريد أن أذكرك عندما دخلت آلية إسرائيلية في الجولان باتجاه قرية بير عجم في الشريط الحدودي جرى الرد على هذا الخرق بقصف هذه الآلية. طيب، على ذكر الآلية، في مسألة تتعلق بنا نحن في الميادين معالي الوزير، حين كان فريقنا في القصير عرضت عليه آلية عسكرية إسرائيلية عرضها الجيش، وقامت القيامة ضدنا أنه تصورون آليات عسكرية، من أين جاءت آلية عسكرية إسرائيلية في القصير وما إلى ذلك. هل فعلا وجدتم آليات عسكرية يعني في المناطق الاشتباكات مع المسلحين؟ والله أخ سامي، هذا السؤال يجب أن تسأله لمراسليكم وأنا أريد أن أسألك. تفضل. لماذا سحبتم هؤلاء المراسلون؟ لكي يرتاحوا. كانت الميادين هي في مقدمة وسائل الإعلام الموضوعية التي كانت تنقل ما يجري في القصير بكل موضوعية، وأنا كوزير خارجية كنت أستقي معلوماتي من مراسلي الميادين الأبطال، فأرجو أن توجه لهم تحيتي. وصلت التحية، شكرا لك مع الوزير. نحن فقط يعني في الواقع سحبناهم لأنه استشهدت زميلتنا من الإخبارية، خفنا على زميلتنا التي كانت هناك فجئنا بها، وسنرسل وفدا قريبا جدا لكي يواصل نقل الواقع كما هو في القصير. مع الوزير، كنت أحدثك عن مسألة روسيا. الآن في اشتباك دبلوماسي كبير بين روسيا وبين إسرائيل حول صواريخ S-300. أولا، هل وصلت هذه الصواريخ إلى سوريا؟ هل تمت مانع من أن تصل؟ هل إسرائيل ستعيق هذه الصفقة بين سوريا وروسيا؟ أولا، عقود السلاح بين سوريا وروسيا عقود قديمة من ما قبل الأزمة، وعلاقتنا مع روسيا تمتد إلى ما قبل روسيا أيام الاتحاد السوفيتي. معروف ليس سرا أن تسليح الجيش السوري يأتي من روسيا. هذه العقود يتم تنفيذها، وأؤكد لك أن التوصل إلى هذه العقود كان عمل مضني، لأن حتى روسيا الاتحادية لا توقع عقدا يخالف نظام الأمم المتحدة في هذا المجال. ثانيا، حتى روسيا لا تقدم لنا سوى أسلحة دفاعية، فموضوع صواريخ S-300 أو وصولها أو عدم وصولها هذا شيء تعرف أنني لا أعرف عنه شيئا. لكن في متابعتي لما يكتب ويقال عن هذا الموضوع، هي صواريخ دفاعية أرض جو. من لا يخطط أو لا يريد العدوان على سوريا لماذا يخاف من هذه الصواريخ؟ من يخاف منها هو ما يبيت العدوان على سوريا. طيب، هل يمكن أن فقط أن تقول لي بما أنت عليه من وزير خارجية ولك الاتصالات المباشرة مع الروس، الصفقة مستمرة؟
لن تتوقف؟ روسيا تنفذ بأمانة كل العقود التي تمت ما قبل الأزمة. معالي الوزير، أنا أقدر تماماً قدرتك على قول ما تريد أن تقوله، ولكن الآن المشاهد يريد أن يعرف، وكل العالم مخضوض بهذه القضية. يعني أنا ربما سأقدر أن تقول لي يا أخي لا أريد الكلام عن الموضوع، ولكني لن أصدق أنك لا تعرف، لذلك سأعيد السؤال. الصفقة مستمرة رغم كل شيء؟ يا أخ سامي تفضل. أنا لا أخترع من عندي أشياء. من تابع زيارة نتنياهو إلى روسيا ولقائه مع الرئيس بوتين ثم ما صدر بعد هذه التصريحات، وبالأمس صدرت تصريحات من نائب وزير الخارجية الروسي، هذا يؤكد عزم روسيا على تنفيذ عقود السلاح مع سوريا. الموضوع لا يحتاج إلى تحليل. طيب، ممتاز. الموقف الروسي ينطلق من تنفيذ عقود قارنها قبل تنفيذها مع نظام الأمم المتحدة في موضوع التسلح. طيب، على كل حال يعني المعلومات تقول أن سوريا ربما حصلت على أسلحة أكثر تطوراً من S-300. لن أسألك لأنك ستقول لي لا أعرف، سأسألك عن موضوع آخر. في كل مرة تسألون معالي الوزير عن السلاح الكيميائي تقولون أن الحكومة لن تستخدمه إذا وجد. أولاً، هل هو موجود؟ ولماذا الخوف من الاعتراف بوجوده إذا كان لوسائل دفاعية فقط؟ يعني أنا أسألك لأنه فرنسا الآن تضع الإصبع على الجرح وتقول أنه فرنسا تؤكد أنه موجود، وأيضا تركيا بدأت تحلل. فرنسا كاذبة. أولا أخي سامي، فرنسا كاذبة. هذا الموضوع أثير معي منذ 6 أشهر من قبل أول من أثاره معي الوزير لافروف في سان بطرسبرغ في لقائنا هناك، نقلا عن الأمريكيين. آنذاك أكدت له إن وجد لدينا سلاح كيميائي فلن يستخدم ضد شعبنا، وما زال هذا هو الموقف، وهذا موقف منطقي. في سوريا قيادة مسؤولة، مسؤولة عن أمن شعبها، مسؤولة عن رفاه شعبها، هل يعقل أن تستخدم سلاح دمار شامل ضد شعبها؟ لذلك أقول باطمئنان أن فرنسا كاذبة، وكل من يروج لهذا الموضوع نقول له أنت كاذب. السلاح الكيميائي استخدم مرة واحدة في خان العسل بتاريخ 19 آذار الماضي، ونحن في اليوم التالي طلبنا من الأمين العام إيفاد بعثة تحقيق محايدة ونزيهة إلى خان العسل، وكنا نصل إلى اتفاق نهائي مع الأمانة العامة للأمم المتحدة لإيفاد هذا الفريق، وإذ يغير الأمين العام من موقفه بعد تدخل فرنسا وبريطانيا، يقولون أن هناك ما يشير إلى استخدام السلاح الكيميائي في مناطق أخرى من سوريا، وبالتالي لابد من توسيع نطاق التحقيق. ثم دخلت على الخط دولة قطر وقالت أن السلاح الكيميائي استخدم في دارية وفي العتيبة. يا رجل، هل نحن بلا عقل لكي ننسى ما جرى في العراق؟ لن نسمح لأي فريق أن يأتي إلى سوريا لكي يعيث فسادا فيها. نعرف أن فرق الأمم المتحدة التي ذهبت إلى العراق أدت إلى غزو العراق. من هنا أقول لك إذا كانت الأمم المتحدة جاهزة أن تأتي بفريقها إلى خان العسل فأهلا وسهلا، وإلا فلا. طيب معالي الوزير، أيضا تركيا الآن تقول أنها تبحث في مستشفياتها في بعض الكيمياء عند بعض الجرحى الذين أصيبوا من قبل الجيش السوري، هي أيضا كاذبة؟ يعني تركيا؟ أنا لا أريد أن
أتحدث عن تركيا. تركيا تآمرت علينا وهي ضلع أساسي في المؤامرة الكونية على سوريا، وأسباب عديدة قد يأتي الوقت لذكرها وشرحها، لكن تركيا طرف متآمر فلا يمكن أن تكون شهادتها ذات صدقية على الإطلاق. معالي الوزير، حين تحدثت عن قطر أو مأت بإصبعيك وقلت قطر هكذا، يعني شو صغر الدولة يعني ليس له تأثير، أو ماذا عنيت بذلك يعني؟ لا، عنيت فقط جغرافيتها. أخسامي، عنيت جغرافية قطر. أنا أحترم الشعب القطري، عنيت جغرافية قطر، وإذا شفت جغرافيتها في الرسم تصبح هكذا. ماذا يعني هذا الكلام يعني؟ لكن لا يعني أن أموال قطر بحجمها. أموال قطر لا تعرف كيف تصرفها. طيب، اذهب إلى أوروبا لترى الاستثمارات القطرية هناك. طيب، لحظات قليلة سأسألك عن قطر وعن السعودية وعن الجامعة العربية. فقط في بعض المسائل العسكرية، أنا عارفك أنه مش خبير عسكري مع الوزير، ولكن اسمح لي. الآن الخارجية الأمريكية الليلة أصدرت بيانا دعت فيه حزب الله للخروج من القصير، وتقول يجب أن يخرج المقاتلون من هناك، وفرنسا تحدثت عن مش عارف 4000 أو 5000 مقاتل. أولا، هل سوريا بحاجة لحزب الله ليقاتل إلى جانبها؟ أولا، يعني أنا لا أستغرب إطلاقا أن يصدر ما يصدر عن الولايات المتحدة، وبالتالي بالتبعية عن فرنسا. ثانيا، إذا سمعت بتصريح السيد عبد الحليم خدام بالأمس من باريس، الذي قال فيه أن النظام الجديد سيدخل إلى لبنان لاقتلاع حزب الله. صحيح، مو هيك؟ صحيح. وهذا يعودني بالذاكرة إلى جذور المخطط الذي تم تبنيه لإشعال الأزمة في سوريا، وما عدا ذلك تفاصيل. حزب الله، هل أنتم بحاجة إليه؟ هل الجيش السوري بحاجة إليه لحسم المعركة؟ أولاً، قلت سلفا أنني لست خبيرا عسكريا لأتحدث عن حزب الله والقصير. خطاب السيد حسن نصر الله واضح في هذا الأمر، وغدا في لقاء الرئيس بشار الأسد مع قناة المنار أعتقد أنه سيتناول هذا الموضوع. طيب، سنترك الحديث إذن. لا تنسى أن الرئيس بشار الأسد هو القائد العام للجيش والقوات المسلحة، هو ليس مثلي، لا، ليس خبيرا عسكريا. وهذا أيضا من الشروط المهمة لمؤتمر جنيف، لا يمكن نزع صلاحيات الرئيس لأنه هو قائد الجيش والقوات المسلحة. معالي الوزير، طيب، نعم. لن أطيل الحديث عن القصير طالما حضرتك تتفضل، وربما الزميلة قناة المنار أيضا روجت لبعض كلام الرئيس بشار الأسد حول القصير غدا سيقوله، ولكن هل معلومات أنه طويلة معركة القصير بعد؟ يعني ما الذي يعيق الانتهاء من هذه المعركة إذا كان الجيش يقول أنه يتقدم وأنه وصل إلى مطار الضبعة الليلة؟ لو أبقيتم على مراسلينكم في هذه المنطقة لما احتجت أن تسألني هذا السؤال. طيب، مع ذلك أبشرك أن الموضوع قد يستغرق أياما. طيب، على كل حال سنعيد فريق القصير، أعيدك معالي الوزير، في خلال ربما الأيام أو الساعات المقبلة إن شاء الله، ولا يوجد أي عائق يعني لعدم إعادته. بالعكس، نحن منذ بداية الأزمة في سوريا والحرب نحاول قدر الإمكان أن نغطي على الأرض. طيب، في الموضوع المتعلق بالدول العربية والإقليمية، وهذا موضوع حساس ومهم جدا،
الآن في كلام معالي الوزير أنه في بعض الدول العربية تقول شيئا فوق الطاولات وتفاوض مع سوريا تحت الطاولة، أيضا كلام عن بعض الدول الأوروبية مثلا مثل ألمانيا مثل بلجيكا مثل إيطاليا بدأت تفتح خطوطا مباشرة مع السلطة السورية، هل هذا صحيح؟ أولا بالنسبة للدول العربية نحن نقدر عاليا ما نسمعه من بعض الدول العربية من تذمر من دور قطر وهيمنتها على الجامعة العربية، لكن لا نطالب هذه الدول بأن تقوم بموقف علني فوق طاقتها. ما حدث في اجتماع لجنة الأزمة السورية برئاسة الشيخ حمد في القاهرة عندما قدم لهم مشروع قرار باللغة الإنجليزية فيه بند عن تنحي الرئيس بشار الأسد ورفض ثم شطب، مؤشر أن الأمور لم تعد كما كانت في السابق. مع الأسف يقدم في الجامعة العربية مشروع قرار بالإنجليزي لم يترجم لأن الأمريكي سلمه ولم يكن هناك وقت لترجمته. في الاجتماع الأخير؟ نعم في القاهرة. مشروع قرار أمريكي فقط قرأه العرب؟ عادة أخ سامي في الاجتماعات الوزارية العربية المصغرة على مستوى لجنة الأزمة في سوريا كل القرارات التي تصدر هي مشاريع قطرية تخرج من جيب الشيخ حمد وتوضع على الطاولة ثم يتم التصويت عليها، على الأقل هذه معلوماتنا من بعض الوفود الحاضرة. اسمح لي معالي الوزير يعني بتعبير يعني أنا سأنقله كما قيل، أنه حين سئل عنك رئيس وزراء قطر قال وليد المعلم وزير الخارجية بائع سجاد، يعني هو اتهمك مباشرة أنه ليست لك أي علاقة بما يحصل في سوريا. طبعا هذا كلام ربما لا يمكن التوقف عنه عنده طويلا ولا ضرورة له، ولكن حضرتك قلت أكثر من مرة وآخرها لروبرت فيسك وربما في العراق في خلال زيارتك الأخيرة إن العنف في سوريا يأتي بنسبة 60% من الخارج وتحديدا من تركيا وقطر والسعودية فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية. طيب السؤال الذي يطرحه أي عربي في أي مكان، لماذا قطر وصلت علاقتها إلى هذا السوء معكم في سوريا، خصوصا أنه كانت العلاقات ممتازة واستثمارات كبيرة في سوريا؟ أخ سامي نعم، هذا سؤال مشروع حتى المواطن السوري يطرحه علينا. لماذا بعد هذا الشهر سنوات العسل في العلاقات السورية القطرية، في العلاقات السورية السعودية، في العلاقات السورية التركية، لماذا فجأة تحول كل شيء إلى عداء، إلى طعن في الظهر؟ لماذا؟ هناك عدة آراء تتحدث لتجيب على هذا السؤال الهام جدا، لكن أنا سأذهب بالعمق أكثر. هناك دراسة صدرت عن مركز في الأبحاث السياسية في الولايات المتحدة عام 2009، هذه الدراسة تتحدث أو بعنوان الطريق إلى طهران. الطريق إلى طهران في الدراسة يبدأ من دمشق. دمشق يجب ضربها ثم بغداد وصولا إلى طهران. هذه الدراسة في 2009 تبنتها الإدارة الأمريكية وسوقتها بين أدواتها، لأنهم في الولايات المتحدة نجحوا في تحويل إسرائيل من عدو للأمة العربية إلى إيران عدو للأمة العربية، وبالتالي أصبح
لهذه الدراسة سوقاً لدى هؤلاء. من هنا تستطيع تفسير ما جرى في سوريا وما يجري حالياً في العراق للوصول إلى طهران. هذه الدول التي تآمرت على سوريا، أنا كسوري أقول أو أصف تصرفها بالغدر وقلة الوفاء والطعن في الظهر. طيب معالي الوزير، لكن هدفها هدفها النهائي تحجيم إيران والدور الإيراني وضرب المقاومة الوطنية في لبنان. طيب معالي الوزير، طبعا عند الجانب الآخر عند القطري والسعودي وبعض الدول الأخرى يقولون نحن جئنا ونصحنا الرئاسة وقدمنا نصائح من أجل وقف مسلسل الدماء، ولكن كان هناك نوع من التصلب، لذلك نحن ذهبنا بهذا الاتجاه. بنهاية الأمر كان في رأي عام عربي بدأ يصبح ضد النظام في سوريا وما إلى ذلك. ولكن أنا سؤالي الآن، طالما الهدف هو إيران بالدرجة الأولى كما تتفضل وحسب الدراسة، طيب لماذا لم تستطع لا طهران ولا أنتم الرد على قطر في كل هذه العامين، في كل هذه المأساة المستمرة في سوريا منذ عامين؟ يعني أنتم عاجزون عن الرد ولا لا تريدون الرد؟ أولا نحن كما قلت نقدر الشعب القطري الشقيق كما نقدر الشعب السعودي الشقيق والشعب التركي الشقيق، ولا نريد لهذه الشعوب سوى الخير. لذلك رد العدوان كما هو العدوان سوف يصيب الشعب البريء والآمن كما يصيب الشعب السوري اليوم. هذه الدول لم تقرأ جيدا الدرس الباكستاني. عندما قامت في مرحلة معينة المخابرات الباكستانية في دعم حركة طالبان والقاعدة في أفغانستان، انقلب السحر على الساحر وأصبح باكستان تعاني اليوم من إرهاب القاعدة وطالبان وتفجيرات الريحانية في تركيا. ومن واجب تركيا أن تحلل حقيقة أسبابها، وهي قطعا ليست سورية وراءها. يجب أن يتعلموا هذا الدرس. الإرهاب يا عزيزي لا وطن له ولا لون. الإرهاب لا حدود له، لا يعترف بالحدود القائمة. ولذلك اليوم سوريا وسوف يرتد عليهم. طيب معالي الوزير، طبعا أنا لا أقول أنه الرد العدوان بعدوان عسكري على الأرض القطرية لا سمح الله وإلى ذلك، ولكن نحن نتحدث عن الردود السياسية وكيفية درء إذا كان هناك هجوم فعلا من بعض دول الخليج عليكم، كيف يمكن التصدي لذلك على المستوى الدبلوماسي والسياسي. فاصل قصير ثم سنواصل، خصوصا أنك تحدثت عن مسألة مهمة جدا في نهاية جوابك، الإرهاب. سنرى هل لدى سوريا فعلا بعض المعلومات والدلائل الفعلية عن رؤوس معينة من الدول العربية أو الدول الإقليمية أو الشيشان قد قبض عليها كما قيل في خلال الحرب الدائرة بينكم وبين الجماعات المسلحة. أعزائي المشاهدين ابقوا معنا لحظات قليلة ونعود لمواصلة برنامج لعبة الأمم عبر قناة الميادين مع معالي وزير الخارجية السوري وليد المعلم.
مرحبا بكم مجددا أعزائي المشاهدين لمواصلة برنامج لعبة الأمم هذه الليلة مع معالي وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم. كنا تحدثنا عن إسرائيل في إسرائيل في القسم الثاني من هذا البرنامج. أكد معالي الوزير أنه هذه المرة إن اعتدت إسرائيل سترد سوريا بالحجم المناسب لهذا الاعتداء. الأمر الثاني تحدث عن علاقات بعض الدول العربية، تحديدا تحدث عن قطر والسعودية وقال أنه الإرهاب ربما سيرتد على هذه الدول. معالي الوزير مرحبا مجددا بك. فقط ملاحظة بسيطة، يعني الزميل العزيز غسان بن جدو اتصل في خلال هذا البرنامج يؤكد لك أنه فريقنا سيعود إلى القصير. نحن في إعادة في فترة إعادة تقييم فقط من أجل يعود الفريق أقوى مما كان ولكي يستطيع أن يتابع على الأرض بدقة كل التفاصيل هناك وليس بسبب عامل الخوف انسحب. على كل حال كنا تحدثنا مع الوزير. أرجو نقل تحياتي للأخ غسان بن جدو وصل. وشكري وتمنياتي لفريقكم العامل في القصير التوفيق والأمن. الله يحفظك. على كل حال نحن واجبنا أن نغطي ما يحصل في كل المناطق السورية إن استطعنا مع الوزير. طيب كنا تحدثنا عن بعض الدول العربية وأنا سألتك وهذا سؤال ربما الآن الإجابة عليه مهمة معالي الوزير. حكي عن احتمال إعادة العلاقة مع مصر ولو بخجل، عن احتمال إعادة مثلا الملحق التونسي أو القائم بالأعمال التونسي، عن حلحلة في الموقف مع الكويت، طبعا بالإضافة إلى الجزائر وسلطنة عمان والعراق التي مواقفها جيدة عمليا أو العلاقة جيدة معكم. هل صحيح هذه المعلومات؟ أولا السفارة المصرية في دمشق تعمل ولم ينقطع عملها كما هو حال السفارة السورية في القاهرة. فيما يتعلق في تونس نحن مستعدون للترحيب برغبة تونس في إعادة العلاقات إذا ما أبدت هذه الرغبة رسميا، وكذلك بالنسبة للأشقاء الآخرين الذين قطعوا صلتهم مع سوريا. أنا أقول حتى في حالة الحروب، وهذه عملية نقرأ التاريخ فيها، حتى الدول المتحاربة تبقي على سفاراتها في العواصم لأن لكل حرب خط دبلوماسي لابد من وجوده. هل حاولتم من جانبكم، يعني أنا بعرف معالي الوزير أنه حضرتك كانت تربطك علاقات ممتازة مع وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، هل حاولتم في الآونة الأخيرة إعادة ربط من قطع بطريقة أو بأخرى؟ هل إيران تحاول أن تلعب دورا وفي بعض الإيجابيات مع السعودية تحديدا؟ أولا لم نكن نحن البادئ في هذه القطيعة، نحن كنا ضحية غدر، ولذلك لا أعتقد أن مثل هذه الصلة تقوم باتصال هاتفي أو تقوم بتبادل التحية. يجب أن تبنى على أسس واضحة هذه العلاقات. هل قررت المملكة العربية السعودية التوقف عن تمويل الإرهابيين؟ هل توقفت عن التآمر على سوريا في المحافل الدولية؟ وقس على ذلك بالنسبة لقطر والآخرين. بالنسبة للسعودية الموضوع نعم تفضل تفضل تفضل. نعم آسف. لا أنا آسف تفضل، كنت تريد إكمال جوابك. لذلك أنا أقول الموضوع هو موضوع وطن، من يصيب وطني بالأذى لا أكن له أي احترام. معالي الوزير حين نتحدث عن السعودية هل صحيح الكلام أنه في بعض الأطراف داخل السعودية لا تريد، لم تشأ هذه القطيعة ولا زالت على علاقة معينة معكم، وفي بعض الأطراف الأخرى لا هي مناهضة جدا مثلا مثل الأمير بندر بن سلطان؟ هل فعلا في عدة أطراف داخل السعودية في النظرة إلى سوريا؟ والله أنا أخ سامي دائما أتوقع النصف الملآن من الكأس. كل بلد فيه أشخاص يتمتعون بالحكمة، وبكل بلد هناك أشخاص تنقصهم هذه الحكمة. لذلك لا أريد أن أسمي أشخاصاً
لكن نعرف من يتآمر على سوريا. طيب معالي الوزير، طبعا دائما تتهمون قطر والسعودية بأنها تدعم الإرهاب، تدعمان الإرهاب، تتآمران على سوريا وما إلى ذلك. في المواقف العلنية أعلن وزيرا خارجية البلدين دعمهما للسلاح للمسلحين بشكل عام، ولكن هل عثرتم على دلائل في خلال هذه الحرب أنه في بعض مثلا الرؤوس الكبيرة من قبل المسلحين التكفيريين أو الإرهابيين مرتبطين فعلا بهذه الدولة أو تلك، تحديدا بالسعودية أو بقطر أو ربما بتركيا؟ أولا أخ سامي، إذا لم نتهم قطر والسعودية وتركيا بالتآمر على سوريا سوف ينزعجون، هم سينزعجون، لأنهم يعلنون ويفاخرون في مواقفهم. لماذا؟ يجب أن ترضى عنهم الولايات المتحدة، هي الرأس الكبير في هذه المؤامرة. لذلك نحن لا نتهم جزافا، لا نصطنع خصوما لنا، لدينا أدلة ووثائق ومعتقلون يؤكدون ذلك. أعطني معالي الوزير، أعطني دليلا واحدا فقط في هذه الحلقة. المعتقلون الموجودون لدينا من القصير اعترفوا من أين يتلقون المال والسلاح. المعتقلون الذين تم إلقاء القبض عليهم في درعا وهم سبعة اعترفوا كيف تدربوا في الأردن، كيف اجتمعوا مع أجهزة مخابرات عديدة في الأردن، وكيف أعطيت لهم التعليمات لكي يعودوا إلى سوريا ويقوموا بما قاموا به. ولكن ما علاقة قطر والسعودية إذا كانوا تدربوا في الأردن؟ يعني أنا أعطيك أمثلة ظهرت في الإعلام. أنا كنا نرسل أخ سامي إلى مجلس الأمن تباعاً رسائل تتضمن أسماء الإرهابيين الذين قتلوا في سوريا أو اعتقلوا من جنسيات غير سورية. توقفنا عن ذلك منذ 6 أشهر لأننا وجدنا أن مجلس الأمن لم يحرك ساكناً تنفيذاً لقراراته في مكافحة الإرهاب، وهي مسؤولية دولية. هل فقلنا صح؟ نتوقف. نعم. ونترك الأمر سراً لدينا. لابد أن هذه الدول التي جاء مواطنون منها للقتال في سوريا أن يضغط أهاليهم على هذه الحكومات، وسيضطرون للاتصال بنا لمعرفة مصير هؤلاء، وبالفعل بدأت مثل هذه الاتصالات من قبل دول مثل من مثلا، السعودية أو قطر مثلا؟ يعني دول عديدة، أنا لا أذكر قطر. قطر مستغنية عن الذين أرسلوهم. أخ سامي، يجب أن يعلم المشاهد العربي أن أكثر من 28 دولة سهلت مرور أو سفر أناس متطرفين جهاديين لديها إلى تركيا، ومن تركيا جاءوا إلى سوريا. طيب. أحدد لك من تونس، من ليبيا، من مصر، حتى من العراق، من قطر، من الكويت، جنسيات من الشيشان، من أفغانستان. طيب. من عدد من الدول الأوروبية. معالي الوزير، ما هو دور لماذا سهلوا لهم؟ طيب. سهلوا وصولهم إلى سوريا لكي يتخلصوا منهم على أمل أن يتمكن الجيش السوري من القضاء عليهم. طيب معالي الوزير، هل لك أن تقول لي ما هو دور الأردن الآن الرسمي فيما يحصل في سوريا، خصوصا في كلام عن الأسد المتأهب، عن قبة من ضد الصواريخ وما إلى ذلك، باتريوت؟ يعني أنا أعتقد
أن موقف الأردن محير، وفي علم السياسة يستوجب من القيادة الأردنية أن تستشعر الخطر. الإرهاب لن يتوقف عند سوريا، وفي الأردن هناك تنظيمات سلفية وأخوانية نشطة صدروا بعضهم إلى سوريا، ولكن ما زال لديهم مجموعة كبيرة، منعوا بعضهم من العودة إلى الأردن لكي يقتلوا في سوريا. لذلك عندما يقولون مناورات الأسد المتأهب، معسكرات تدريب، الأردن لم يقصر. الآن قد يكون للأردن ظرف خاص بسبب ظروفه الاقتصادية، بسبب ضغط دول الخليج عليه، بسبب التزامه بأمنيا مع إسرائيل، لكن أنا أقول الأردن يجب أن يحرص على وضعه، لأننا نتمنى للأردن وللقيادة الأردنية الاستقرار والأمن. طيب، حركة حماس ما هو دورها؟ هل تشارك بالقتال فعلا في سوريا؟ أنا ليس لدي معلومات، لكن لا توجد دولة عربية قدمت لحماس كما قدمت لسوريا، وأنا كنت على اتصال شبه أسبوعي أو بالأسبوع مرتين عدا الاتصالات الهاتفية مع أخونا خالد مشعل عندما كانوا في سوريا. أنا أقول نحن وضعنا على لائحة الإرهاب بسبب حركة حماس، لائحة الإرهاب الأمريكية، وأنا كنت سفيراً في الولايات المتحدة. صحيح. وكان موضوع حماس ومستقبلها ووجودها في سوريا هو أحد المواضيع البارزة في كل محادثاتنا مع الولايات المتحدة. طيب الآن معالي الوزير، لأنه ينتهي الوقت، الآن قررت حماس كما قال لي الأخ أبو الوليد في آخر يوم لقاء لي معه، جاء يودعني ويقول سوف ننتقل من سوريا، والسبب هو أننا أصبحنا في ضيق من اتصالاتنا الدولية بسبب انسحاب عدد من السفارات الغربية من سوريا. نحن نريد أن نتواصل بهذه الاتصالات، لذلك وجدنا أن ننتقل إلى قطر. طيب، واضح مع الوزير أنه الكلام ينحو باتجاه إيجابي أكثر، وهذا لحسن الحظ يعني بالنسبة لحماس. في لبنان الآن الكل يقول أنه لن تكون حكومة ولا انتخابات قبل انتهاء الوضع السوري. أولا أود أن أسألك على المستوى الشخصي، نحن شرفنا على النهاية، أود منك لو سمحت بعض الأجوبة السريعة مع الوزير. هل اتصلت لتهنئ تمام سلام حين انتخب رئيسا للحكومة؟ وهل كان لكم دور إيجابي أو سئلتم عنه قبل تعيينه رئيسا للحكومة؟ ليس حد علمي. هل هنأته حضرتك؟ لا. طب أنا وزير خارجية، أهنئ وزير الخارجية الحالي وربما القادم. هل لديكم اتصالات معه من قريب أو بعيد؟ الرئيس الأسد قال كلاما إيجابيا تجاه السيد تمام سلام. طيب، في لقائه. صحيح. مع الإخوة اللبنانيين. صحيح، تحدث عن البيوتات العريقة وعن آل سلام في. نعم. بيروت. معالي الوزير وما يقوله الرئيس الأسد يلزمنا جميعا. أكيد. طيب معالي الوزير، هل أنتم مع إجراء انتخابات قريبة وتشكيل حكومة في لبنان؟ هل تؤيدون ذلك؟ نحن نؤيد استقرار لبنان. نحن لسنا أوصياء على ما يريده اللبنانيون. إذا أرادوا التمديد لمجلس النواب فهذا شأنهم، إذا أرادوا إجراء الانتخابات في موعدها فهذا شأنهم. نحن ما يهمنا هو استقرار لبنان. طيب، ثلاث أسئلة أخيرة وسريعة لو سمحت لي معالي الوزير، أتعبناك معنا ولكن يعني سعدنا بالإجابات المباشرة. أبداً. فعلا الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تغير رأيها في الوضع السوري حيال النظام بشكل عام؟ قيل كثيرا عن تغيير الموقف الأمريكي، تحليلات كثيرة ظهرت،
لكن أنا شخصياً وقد قضيت 10 سنوات في الولايات المتحدة كسفير، أقول لك ما لم ألمس هذا التغيير على أرض الواقع أشك في هذا التغيير. طيب، متى ستنتهي الحرب في سوريا وكم عدد القتلى وفق المعلومات الرسمية حتى الآن؟ لا أعلم متى ستنتهي الحرب، هذا يعتمد على متى يفقد المتآمرون صبرهم. طيب، لأن اليوم وبعد مرور أكثر من عامين، أنا أريد أن أسترسل قليلا هنا. لا مش قادرين معالي الوزير، اسمح لي أنا كنت أتمنى أن تسترسل، ولكن وصلنا إلى نشرة الأخبار بعد قليل، تفضل ولو بشكل سريع. كان هناك من يقول النظام سيسقط خلال أسبوعين ويضع يده كذلك، كان هناك من يقول أن النظام سيسقط في صيف تموز الماضي، لم يسقط النظام ولن يسقط النظام، لأن على الأقل هناك تلاحم شعبي مع الجيش. شكرا. والجيش مع الشعب. طيب، شكرا جزيلا لك معالي الوزير، انتهى الوقت للأسف، لابد أن يفقد هؤلاء صبرهم. شكرا جزيلا معالي الوزير، انتهى الوقت للأسف الشديد. كنت أود أن أسألك سؤالا شخصيا في ختام هذه الحلقة، أنت أب لثلاثة أبناء، يعني كيف ستكون حال سوريا في المستقبل؟ للأسف الشديد انتهى الوقت، وخصوصا أنه لدينا مئات الأسئلة التي وردتك من السادة المشاهدين. شكرا لك معالي الوزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم، شكرا لكم أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء في حلقة مقبلة إن شاء الله من لعبة الأمة.